حنا المغاربه ديما محتفلين العام كل ماشي غير نهار في العام، حنا ديما تنحتفلوا الحلوه ناكلوها ديما، يعني داك النهار غير مناسبه باش اللي ما عندوش هو يحتفل، ماشي بالناس نقلدوا داك الناس ولا التقاليد الاعمى ولا الحلوه غير حيت زعما كترخص. حنا ما تنقلدوش داك التقاليد الاعمى وكذا، حنا مغربي العام كله مأزم تلقى داك النهار تيفاجي فيه مع وليداته مع العائله ديالو، هادشي اللي كاين. لا ما كنحتفلش بالسنه الميلاديه، حنا اصلا مسلمين ما عندنا علاش نحتفلوا بهذا العيد هذا، هذا العيد ديال النصارى، حنا مسلمين ما خصناش نحتفلوا بهذا العيد هذا. لا انا شخصيا ما كنحتفلش بها. ما كنحتفلش بها، بالنسبه لي انا يوم كسائر ايام العام وصافي. ما كاين الناس اللي كيحتفلوا كيشريوا الحلوى كيضحكوا كينشطوا. اليوم نيت في المدرسه داروا لهم جوني سبيسيال ديال النوفيلو وبصحتهم وراحتهم، انا شخصيا ما كنحتفلش. سي فجي مسلم ما كنحتفلش براس العام، كنحتفل براس العام ديال المسلمين ديال السنه الهجريه، انا ما كنحتفلش بالميلاديه. جيت سبيسيالمون من تونس باش نحتفل براس العام في المغرب انا. والله كيك كنا احنا في تونس استانسنا من صغرنا معناها نحتفلوا به راس العام ونعملوا فيه حاجات كي سبيسيال كيف الجاتو دجاج ونتلموا كي عيله ونعملوا بون كيف وكاهو جوسكا منوي وبعد نطفوا الضوء ونعملوا شمعه ونضحكوا كي الناس الكل. ماشي غير تقليد بل هو يعني صحيح، ومن هذا الطرف هذا تذكرنا بالطبع تذكرنا في الاصول ديالنا، والاحتفال ديالها بها كيجي تلقائي، اذا من الناس اللي تحتفلوا بها بالطبع. راس العام ديال السنه الميلاديه ما كنحتفلش بها انا نهائيا، حيت انا عمري ما عقلت على والدي والعائله ديالي كيحتفلوا بها، حيت انا متبع التقاليد ديالي. كنظن هذه السنه هذه ديال النصارى ديال الاجانب انا ما كذبش عليك ممكن نحتفلوا بها نهائيا بحال ما كايناش. الناس كيحتفلوا براس العام وكيتصوروا معاك،